استنوا، في حد باعت القصة دي ولازم تشوفوها أو تسمعوها. الولد الجميل اللي شايفينه في الصورة ده اسمه أحمد، عنده 13 سنة. أحمد والده توفى وما كانش عنده أخوات، لا أولاد ولا بنات. طبعا مامته راحت اتجوزت وخلفت، وكالعادة زوج الأم بدأ يعامل أحمد معاملة مش كويسة، لحد ما في يوم أحمد رجع من المدرسة. على فكرة القصة دي حقيقية، اللي بعتها بيتكلم فعلا بجد يعني، فأنا هقول لكم أنا عايز إيه منكم في آخر القصة. لحد ما أحمد رجع في يوم من المدرسة لقى أمه غيرت كل أرقامها وأخذت إخواته وزوجها أو جوزها ومشي، سابته لوحده ومشيت، خدت جوزها وأولادها وغيرت أرقامها وسابته لوحده ومشيت. أحمد راح عاش عند جدته، طبعا جدته ما قدرتش على مصاريفه فمشيته من البيت. أحمد بقى يبات في الشارع، وكل ما يروح يسأل على أم الجيران يقولوا له مش موجود. اللي بعت القصة بتقول أحمد قاعد عندي في البيت، بس أنا معاي بنوتة في البيت ما أقدرش أخليه يبات عندي، وفي نفس الوقت ما أقدرش أسيبه يبات في الشارع، وما أقدرش أجيب له مكان عشان يروح يبات فيه، لأن ده طفل ومش هيعرف ياخد باله من نفسه، وهي عندها حق فعلا. فقولولي، هي بتقول قولولي أنا أتصرف إزاي وأعمل إيه. واللي بعت القصة بتقول برضو إحنا مش بعتين الرسالة دي أو عايزينك تعمل الفيديو ده علشان الناس تساعد بفلوس، إحنا متكفلين وكل مصاريفه، ما انت عايزه ايه يا ست انت؟ الست بتقول انا بس عايزه حد يساعده في سكن يكون امن ليه ويعرف يعيش فيه كويس. الست المحترمه دي بعتت القصه، واحمد اهو قدامكم، والقصه اديكم عرفتوها، شوفوا هتساعدوا احمد ازاي، بالله عليكم شيروا الفيديو. احمد طفل يتيم، ونبينا عليه الصلاه والسلام قال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. اللي هيكفل طفل يتيم هيبقى جنب النبي زي اصبعينك دول، هتبقى جنب النبي زي اصبعينك دول في الجنه ان شاء الله. وشيروا الفيديو بالله عليكم، يمكن يوصل لامه وقلبها يحن. الفيديو ده لاهل الخير، لو انت شايف نفسك وانت شايفه نفسك من اهل الخير سيب كومنت وشير الفيديو عشان الفيديو ينتشر، ويمكن اي حد يساعد احمد ويقدر يطلعه من اللي هو فيه ده. وحسبنا الله ونعم الوكيل من كل اب وكل ام يسيبوا ابنهم او اطفالهم عرضه للشوارع وكلاب الشوارع. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا ما طلبتش منك انك تساعد بفلوس ولا تساعد بماديات، انا كل اللي بطلبه منك طلب بسيط جدا، انك تشير الفيديو لله علشان حد يساعد احمد.